السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا ماذا قال هذا الفلسطيني عن الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. ما حد يجي يقول لي جزائر ولا يجيب لي سيرة الجزائر بالمرة. انا شخصيا ما بحبش الجزائر بالمرة، وبدكم تعرفوا ليش انا بحبش الجزائر. بدي اقول لكم في هذا الفيديو ليش انا بحبهاش. بحبهاش لاني انا بعشقها عشق، عدينا مرحلة الحب. الجزائر هي ارض الموقف الواحد وشعب الموقف الواحد، اللي بيتعاملوا مع القضية الفلسطينية على انها قضيتهم الاساسية، واللي بيتعاملوا مع الفلسطينيين على انه هذا الشيء مقدس، واللي بيتعاملوا مع الفلسطينيين على انه هاي ارض المسلمين وارض وقف ويجب الدفاع عنها. هاي الجزائريين، فما حدا بيقدر يجي يزاود على الجزائريين نهائيا. الجزائريين اللي انتم بتحكي عنهم قاتلوا وحاربوا حتى حرروا بلدهم، وان شاء الله عقبال عنا. الجزائريين اصحاب الكلمة. بفرنسا لما انقتل الشاب الطفل الجزائري، شفتوا الموقف الواحد، شفتوا شو صار، شفتوا شو عملوا الجزائريين. الجالية الجزائرية في أوروبا متعلمين، مش زي ما بتقولوا عنهم حرامية، فهمانين، دارسين، كلياتهم بيشتغلوا، عندهم شركات، عندهم مشاريعهم، وبنفس الوقت المال ما طغاش على عينهم، ما خلاهمش ينسوا قضيتهم. الجزائري عنده استعداد يعمل زي ما عملوا الصحابي وعمل أبو بكر، عنده استعداد يبيع ماله عشان فلسطين، عنده استعداد يبيع عياله علشان فلسطين، عنده استعداد يقدم روحه علشان فلسطين. فما حد يجي يزاود على الجزائريين. الجزائريين قطعة من قلوبنا، الجزائريين إحنا. وأنا عن نفسي يعني فلسطيني ومناسب الجزائريين، وابني حتى أخواله جزائرية، فأنا لما ناسبت الجزائرية ناسبتهم لأنهم رجال، عشان لما ابني يطلع يطلع رجل. وطبعا مجتمع كثير شعوب مع اخواننا الجزائريين زيهم وزي طبيعتهم. مع احترامي لكل الشعوب العربية واخواننا الجزائريين، بوسي على صباحكم لانكم رجال والله.